الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، حياة كريمة تنظم حملة المليون كرتونة، والداخلية تطلق المرحلة 22 لمبادرة كلنا واحد. بايدن يعلن اليوم عن مساعدات أمنية جديدة لكييف، ومجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار روسي حول أوكرانيا إلى الخميس. السادسة صباحاً الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم، وبداية هذه النشرة مع لؤي أباظة. لؤي أهلاً بك. صباح الخير مشاهدينا الكرام وأهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكيد من التنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير التموين ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية. كما وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار، وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيام مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ. كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت ممكن. وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة انطلاق قوافل وصل الخير للمساعدات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية ضمن حملة المليون كرتونة، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. قالت المؤسسة إن فرق الرصد الميداني والمتطوعين ستبدأ في كافة المحافظات في تحميل الشاحنات استعدادا لتخزينها ثم توزيعها على المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى ضمن حملة المليون كرتونة، وهي محافظات البحيرة، بني سويف الشرقية، كفر الشيخ، المنيا. وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يأتي إيمانا منها بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين. تتواصل جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسواق مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح نحو 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل. المزيد نتابعه في العرض التالي مع الزميلة إيمان الحويزي. مشاهدينا الكرام، يمثل الأمن الغذائي أولوية قصوى لمصر للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة عبر توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مع ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار. وتقوم الحكومة حاليا بجهود مضاعفة لضبط هذا الملف مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية. لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا على سبيل المثال، والتي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. وأشادت وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة
والتوسيع سعتها التخزينية، مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح. كما ثمنت جهود البلاد الحالية لتنويع موردي القمح لمواجهة هذه الأزمة، متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة. وبلغت نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية نحو 65% من القمح كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بمدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100% إلى 6.5 أشهر، أما السكر فإلى 4.5 أشهر، واللحوم الحية بمدة 9.5 أشهر، والدواجب بنسبة اكتفاء 97% ومدة تغطية 6.5 أشهر. يأتي هذا فيما تتحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح في الخبز المدعم و 75% من زيادة أسعار الزيوت. كما شملت الإجراءات أيضاً وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب لمدة 3 أشهر، مع وقف تصدير الزيوت بأنواعها. ومع خطة الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، تم تقديم موعد معارض أهلاً رمضان إلى منتصف مارس الجاري، حيث ستطرح كافة السلع بتخفيض يصل إلى 30% إلى جانب العديد من منافذ البيع والسيارات الثابتة والمتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية. من جانبه أكد صندوق النقد الدولي أن استثمار مصر في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي انعكس على توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة. كما أكدت المونيتور أن مصر تنفذ مشروعاً ضخماً يستهدف زراعة أكثر من 1 مليون فدان، في خطوة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي لأكبر دول العالم العربي من حيث أعداد السكان، وتسعى لتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً حول أبرز جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي في ظل تصاعد أزمة أوكرانيا. شكراً جزيلاً على المتابعة. أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يوماً، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسر من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وتشمل المبادرة عدداً من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعاً على مستوى الجمهورية، فضلاً عن المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. المزيد في هذا التقرير. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض في بعض السلع إلى 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتستمر فعاليتها على مدار شهر. وتأتي تلك المرحلة من المبادرة في ظل متغيرات دولية وإقليمية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو الهدف من المبادرة. أنا عايزة أشكر سيادة الرئيس على الحاجات الكويسة اللي هو بيعملها لنا هنا، وفعلاً الحاجات الماتيريال بتاعتها كويسة وكل حاجة مناسبة جداً. مبادرة هايلة، وبصراحة كل حاجة موجودة وبأسعار كويسة جداً، فإحنا طبعاً بنشكر جداً وزارة الداخلية على المبادرة الحلوة اللي هي عاملاها دي، وكل سنة وأنتم طيبين. المبادرة جاية في وقت كويس جداً في دخول شهر رمضان، شايف المنتجات متوفرة وكميات كبيرة، والأسعار في متناول الإيد يعني مقارنة بالأسعار اللي موجودة بره. تشارك في فعاليات المبادرة 993 فرعاً لكبرى السلاسل التجارية على مستوى المحافظات، وكيانات صناعية وشركات تجارية متخصصة، وشوادر ومنافذ بالميادين المختلفة، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ليسهل الوصول إليها من قبل المواطنين لشراء متطلباتهم، فضلاً عن قيام الوزارة بتوجيه قوافل متنقلة من السيارات المحملة بالسلع المخفض أسعارها بالمحافظات المختلفة. لو
أشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بالمواطن المصري ومبادرة كلنا واحد اللي بنقدر نحنا ننزل نشتري من الأسواق ونجيب احتياجاتنا، خصوصا نحنا داخلين على أيام مباركة. صراحة في انخفاض في السعر عن اللي هو الأسعار العادية بنسبة 30-40%، يعني الدقيق مثلا على سبيل المثال الكيلو ب 15 و16، لا لقيته ب 9 وب 10. فالحمد لله انا بشوف المبادره موجوده في الاحياء الشعبيه كمان وفي كل المناطق، حاجه كويسه جدا وتدخل مطلوب في الظروف اللي احنا فيها دي. كميات كبيره من السلع في السلاسل التجاريه تتسم بالجوده العاليه، وتشير اللافتات عليها الى نسب التخفيضات في اطار المبادره، وهو ما جذب اعدادا كبيره من المواطنين لتلبيه احتياجاتهم من هذه السلع، بخاصه تلك التي ترتبط بشهر رمضان المبارك. اسعار اقل مما كانت عليه في السابق، يعني دلوقتي احسن من اسبوع فات. الاسعار مخفضه بحيث ان انا اقدر اشتري كميه اكبر، خصوصا ان احنا داخلين كمان على شهر كريم، فاكيد بنحتاج حاجات اكتر. الاحتياجات اليوميه الزيوت والسكر المكرونات، الحاجات دي اسعارها بقت الطف كتير واحلى كتير. انا بشكر وزاره الداخليه على المبادره الجميله في ظل ظروف العالم اللي بيمر بيها، وتخفيض الاسعار 50% دي حاجه كويسه، وانا بشكر سياده الرئيس على المبادره ديت وان هي تكون مستمره دايما على طول. إشادة واسعة من المواطنين بهذه المرحلة من المبادرة وبالجهد الذي تبذله القيادة السياسية للتخفيف عنهم، وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود لتوفير احتياجات المواطنين من خلال هذه المبادرة التي تؤكد على أهمية الدور الاجتماعي للوزارة. فعلاً الأسعار منخفضة وكويسة جداً، وأنا طبعاً بشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة دي، وبشكر وزارة الداخلية، وجيت اشتريت حاجات كتير وربنا يخليهم يا رب ويبارك في البلد الجميلة دي. كلنا واحد، مبادرة تعني الكثير للمواطنين في هذه الظروف الراهنة، تلبي احتياجاتهم الأساسية بأقل تكلفة ومنتجات ذات جودة عالية، وتأتي من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين والحرص على دعمهم. رصدت كاميرا إكسترا نيوز آراء وإشادات المواطنين بإطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتابع. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يوماً بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية. عندنا إقبال شديد بسبب التخفيضات من المواطن المصري. أنا راجل ببيع بكميات، وبالتالي ما بنزل بهامش الربح البسيط، بجيب الزبون المصري والمواطن المصري يجي يشتري مني. المبيعات عندي بتكون أكتر غير الأيام العادية. الأيام العادية بيكون مثلا المواطن مع 400 جنيه بس ما بيشتريش حاجات كتيرة، أو مثال مثلا 400 جنيه بس ما بيشتريش حاجات كتيرة. النهاردة مثلا ممكن يبقى معاه 200 جنيه أو 250 ويشتري نفس الحاجات بقيمة 400 جنيه مع نسب الخصومات الكبيرة اللي بتعملها مبادرة كلنا واحد. في المبادرة يشارك فروع السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة. أحسن أسعار بصراحة، وأسعار مخفضة جدا عن كل المحلات اللي أنا رحتها قبل كده. بالرغم من أني مشواري بعيد، بس بلاقي فيه فروق في الأسعار كبيرة، والأنواع جيدة، أصناف فيها جودة، يعني بفضل أن أنا أجي هنا واختار اللي أنا عايزاه. في فرق بينها جامد قوي بين هنا وبين برا في الأيام العادية، وفي المبادرة بتزيد كمان. يعني في الايام العاديه بتلاقي الاسعار هنا مريحه جدا عن بره، ارخص من بره، وساعه ما بتنزل مبادره وكده اللي هي بتاعت تحيا مصر بنلاقي الاسعار ايه اقل اكتر كمان. انا اهم حاجه عشان انا ست بيت، اهم حاجه بنزل اركز عليها زيت وسكر ورز، الحاجات الاساسيات اللي موجوده في البيت، فالحاجات دي اسعارها ممتازه الحمد لله، مش زي الاسعار بره المبادره بصراحه. كل حاجه انا جبتها من هنا، جبت زيت وسكر ولحمه وكل حاجه متناول بيتي يعني. حسيت بفرق كبير قوي من بعد المبادره، اول ما سمعت عنها وكده نزلت شفت الاسعار، لقيت الاسعار حلوه قوي. وتهدف المبادره لتوافر السلع الغذائيه وغير الغذائيه بجوده عاليه واسعار مخفضه عن مثيلاتها بالاسواق بنسبه تتراوح
ما بين 25% إلى 60%. هذا وتتواصل الجهود الحكومية والمبادرات المجتمعية للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحد من آثارها السلبية على المواطن. المزيد في العرض التالي مع الزميل تامر حنفي. أهلا بكم. تواصل الدولة بذل كل ما في وسعها للحد من آثار موجة غلاء الأسعار التي ضربت العالم أجمع من أقصى إلى أقصى، تلك الموجة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل المجهودات الحكومية والمبادرات المجتمعية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة مع اتخاذ إجراءات تستهدف إلى التخفيف من آثارها السلبية على المواطن. أحد تلك المجهودات هو فتح المعارض في جميع المناطق، حيث بدأت المحافظات في فتح معارض أهلا رمضان بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم موعد الافتتاح بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة. تزامناً مع معارض أهلا رمضان سيتم افتتاح حوالي 200 شادر على مستوى الجمهورية بمشاركة 1300 منفذ تابع للمجمعات الاستهلاكية مع 500 منفذ لمشروع جمعيتي، بالإضافة إلى تسيير 200 سيارة من السلع الرمضانية على أن يشارك نحو 2000 فرع تابع للسلاسل التجارية الكبرى بتخفيضات من 15% إلى 30%. وبالتوازي مع تلك المجهودات وفي سياق المبادرات المجتمعية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن انطلاق قوافل وصل الخير للمساعدات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، التي تأتي ضمن حملة المليون كرتونة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجا، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. فرق الرصد الميداني والمتطوعون بمؤسسة حياة كريمة بدأت العمل في كافة محافظات الجمهورية ببدء تحميل شاحنات المساعدات الغذائية استعدادا لتوزيعها على المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى: البحيرة، بني سويف، الشرقية، كفر الشيخ، والمنيا، على أن يتم استكمال حملة المليون كرتونة على مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية تباعا خلال الأيام القادمة. إذن جهود محمودة تأتي إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية في إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين وضمانا لوصول المساعدات للمستحقين أيضا بشكل عاجل. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا استعراضا لجهود الدولة المصرية بالتوازي مع المبادرات المجتمعية للتعامل مع تداعيات أزمة غلاء الأسعار العالمية مع اتخاذ إجراءات تستهدف للتخفيف من آثارها السلبية على المواطن. دمتم بخير. كما رصدت إكسترا نيوز آراء وإشادات المواطنين حول افتتاح معارض أهلا رمضان في محافظات مطروح والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر، مشيدين بجهود الدولة في توفير جميع أنواع السلع الأساسية بأسعار مخفضة. فعلا الأسعار هنا غير برا خالص إطلاقا إطلاقا، أسعار هنا في يد كل واحد، اللي البسيط والمتوسط، وهنا بيدخل في المعركة كل فئات الناس كلها بتدخلها. هيسبب يعني إطاعة فرصة كبيرة للناس البسطاء بالنسبة لأسعار أسعار السوق الحالية والغلاء اللي حاصل، يعني ده فده يعني رد فعل كبير يعني حقيقة للناس، يعني حتى كل المعروض هنا يعني في سلع باقة 70% من سعر السوق. بصراحة جيت لقيت الأسعار كويسة في متناول الجميع وأحسن من بره بكتير بصراحة. في تخفيضات بالنسبة للمعرض والحاجات موجودة وأي كمية تاخدها يعني. وهنا لو فضلت المعرض على الأسعار ده هتلاقي هنحارب جشع التجار اللي بره، اللي هم بيغلوا الأسعار جداً على المواطن برا. أحسن من كل سنة والنظام أعلى من كل سنة، وفي يعني التوزيعة بتاعته نفسها
متساوية، يعني شبه الأسعار جنب بعضها بتأدي للانخفاض فعلا، لأن أنا ملاحظ أن التجار بعملين ينقصوا في الأسعار الموجودة. معرض ما شاء الله الأسعار حلوة جدا وكل المنتجات موجودة، الأسعار فرق كبير جدا بينها وبين برا. في الحقيقة انزهلت أن فعلا التخفيضات ده توصل ل 30 جنيه في كيلو، دي كتيرة قوي. هنا في مطروح بالذات الناس بتستنى معرض أهل رمضان، يعتبر من العام للعام، لما بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بنعمل تخفيضات الاسعار، لان يعتبر موسم رمضان هو الموسم بالنسبه للسلع الغذائيه عموما. يعني طبعا التخفيضات بتتوصل بتتعدى كمان ال 20%، وده طبعا بناء على توجيهات القيادة السياسية. والله احنا في المعرض اسعار كويسه ومناسبه للجميع، واسعار كلها مخفضه عن بره خالص كويسه. السلع يعني الرز رخيص عن بره كتير، والمكرونات وكل حاجه رخيصه، حتى الزيت كمان رخيص، وبالنسبه للزبادي برضه رخيصه، كل حاجه اقل يعني. فعلا حاجه قيمه ما شاء الله، ويعني فيها تخفيضات عاليه خالص، ويعني مقارنه بالاسعار بره يعني اسعار حلوه خالص وفي متناول الناس يعني. المعرض ده بيتجهز بقاله 3 ايام، من ساعه ما بيتجهز لحد دلوقتي الاسعار في متناول الجميع، اسعار كويسه قوي قوي قوي، واسعار احنا بنسمع على السوشيال ميديا بقالنا اسبوع و10 ايام من الاسعار والاسعار والاسعار، لا احنا لقينا الاسعار زي ما كان هي هيها. اهل رمضان وحاجتهم جميله والاسعار حلوه قوي وكويسه، والسوق حلو خالص، وربنا يدومها علينا يا رب. في أعقاب الموجة الكبيرة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية والتي ضربت العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، بذلت الدولة مجهودات كبيرة لضبط الأسعار ومد السوق بالسلع الاستراتيجية. المزيد نتابعه في العرض التالي مع الزميلة دينا سالم. مشاهدينا الكرام، جهود كبيرة تبذلها الدولة بكافة أجهزتها وفي جميع المحافظات للتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار في بعض السلع، والمضي في الحفاظ على أرصدة استراتيجية من السلع الرئيسية. ويأتي ذلك طبعا في أعقاب الموجة الكبيرة في ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية عالميا، والتي ضربت العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية. ضمن تلك الجهود، متابعة رئاسية لتوفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. عقبها توجيه الرئيس السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي لزيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. كما وجه الرئيس السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم، وكذلك تسعيره، على أن توفر وزارة التموين الدقيقة اللازمة للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ. وفي سياق التحركات الرئاسية للتعامل مع التداعيات الراهنة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيها بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أرداب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت، وكذلك التنسيق بين كل الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر، وهذا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك توزيع كرتونات رمضان للمواد التموينية في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم. الحكومة من جانبها أعلنت عن خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي للتلاعب في الأسواق لمنع حدوث أي أزمات، كما أكدت توفر كل السلع الغذائية الأساسية بالكميات المناسبة للمواطنين، وذلك في سياق عرضها لموقف المخزون الاستراتيجي للسلع. وفيما يتعلق بضبط الأسواق، قامت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية بتكثيف الحملات التموينية المكبرة في مسعى للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توفر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها وأيضا مطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع لهم بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، ولتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة. قامت وزارة الداخلية بإطلاق المرحلة 22 من مبادرة
كلنا واحد، وهذا بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرعاً، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 60%، وهذا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لجهود الدولة لتوفير كل السلع الرئيسية، جهود تثبت أن الدولة تعطي دفعة قوية وأيضا تسير بخطى واثقة لتأمين أكبر قدر من الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من السلع وتأمينها بأسعار عادلة، وأيضا تجنب أي نوع من المغالاة. شكرا جزيلا لمتابعتكم. قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن خلال الساعات المقبلة عن 800 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الحزمة الجديدة من المساعدات تشمل صواريخ مضادة للدبابات لمساعدة كييف على التصدي للعملية العسكرية الروسية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجمهوريين والديمقراطيين اتفقوا على دعم تاريخي يتخطى 13 مليار دولار لدعم أوكرانيا. وأضاف بايدن في تصريح بعد التوقيع على الموازنة الحكومية أن الولايات المتحدة تحركت بسرعة كبيرة لدعم أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن الكونغرس وفر الأدوات اللازمة. وأشار بايدن إلى أن واشنطن قدمت أسلحة ودبابات وأسلحة دفاع جوي لأوكرانيا. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام بلاده بالدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي الناتو، وعقب وصوله إلى بروكسل للقاء نظراء له لمناقشة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وموضوعات أخرى تتعلق بالأمن الإقليمي، شدد أوستن على أن واشنطن ملتزمة بشكل صارم بالدفاع عن أراضي حلف الناتو. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مواقف بلاده وروسيا في محادثات السلام تبدو أكثر واقعية، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت. وأعلن زيلينسكي في كلمة له إجلاء نحو 29 ألف مواطن من خاركيف وأكييف وأسومي، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية تبذل كل ما في وسعها لتسهيل استمرار العمل والحياة. قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن الهدف الرئيسي لزيارة رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا والتشيك إلى كييف هو إيصال رسالة إلى أن أوكرانيا ليست وحدها في معركتها ضد روسيا. كان رئيس الوزراء التشيكي قد أعلن أن بلاده استقبلت حتى الآن 250 ألف لاجئ أوكراني، متعهدا بتقديم المزيد من المساعدة والدعم إلى كييف.
دعت بولندا لتشكيل بعثة سلام أطلسية تحظى بحماية قوات مسلحة من أجل مساعدة أوكرانيا، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي. ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن رئيس الوزراء البولندي قوله أن هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلحة، ويجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا. يأتي ذلك بعد مشاركة رئيس وزراء بولندا إلى جانب رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا في اجتماع عقد مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دانيس شميغال. أعلن ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة تأجيل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا حتى الخميس. وقال بوليانسكي إن ذلك يأتي نظرا لطلب عدد من أعضاء مجلس الأمن إجراء مشاورات حول مشروع القرار التي قدمته روسيا وفقا للأعراف المتبعة في المجلس، حيث تقرر تنظيم المشاورات حوله صباح اليوم. صوت برلمان مجلس أوروبا بالإجماع على تجريد روسيا من عضوية المجلس. كان نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بيوتر تولستوي أعلن أن روسيا سلمت مجلس أوروبا رسالة من وزير الخارجية سيرجي لافروف تتضمن إشعارا بالانسحاب من المنظمة. وأوضح تولستوي أن روسيا خرجت من مجلس أوروبا بإرادتها الخاصة، مشيرا إلى أن جميع المسؤوليات عن كسر الحوار مع مجلس أوروبا تقع على دول الناتو. وفي إطار تشديد العقوبات على روسيا، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير السيارات الفارهة والأزياء الراقية والإلكترونيات باهظة الثمن والمعدات الرياضية إلى روسيا في إطار حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب عملياتها العسكرية على أوكرانيا. ونشرت قائمة العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن إجمالية مبيعات الاتحاد الأوروبي من السلع الفاخرة لروسيا تبلغ قيمتها 3.5 مليار يورو سنوياً. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوزير أنتوني بلينكين تحدث إلى نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا لبحث احتياجات أوكرانيا الأمنية في صراعها مع روسيا. وصرح كوليبا بأنه شدد في اتصال هاتفي مع بلينكين على الحاجة إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وأضاف أنه اتفق مع بلينكين على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا، معربا عن امتنانه لحزمة عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على موسكو. وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن وفد بلاده سيواصل الأربعاء عملية مفاوضات وصفها بالصعبة مع الوفد الروسي، وأشار إلى وجود تناقضات جوهرية في المفاوضات مع روسيا، لكنه أكد أن هناك مجالا للتوصل إلى تفاهم. كان مفاوض أوكراني قد أكد أن قائمة الموضوعات التي سيتم بحثها تتضمن وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. أبلغت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة النووية في أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن سيطرة روسيا على منشآت النفايات المشعة في تشيرنوبل تحد من تدفق المعلومات منها، ما يمنع أوكرانيا من الرد بشكل كامل على جميع أسئلة الوكالة. وأضافت الوكالة في بيان أن المعلومات التي تتلقاها بخصوص تشيرنوبل تخضع لسيطرة القوات العسكرية الروسية. وأضافت أن هذا هو الحال أيضا فيما يخص محطة زابوريجيا للطاقة النووية والتي تسيطر عليها روسيا. فر نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، وقالت إن نصفهم أطفال مع أهلهم أو من دون مرافق. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون في مؤتمر صحفي إن أوروبا لم تشهد مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وتقدر توقعات الأمم المتحدة أن يغادر 4 ملايين شخص أوكرانيا هربا من العملية العسكرية الروسية.
تمكن 20,000 شخص من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في سيارات خاصة عبر ممر إنساني متفق عليه مع القوات الروسية حسب ما أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية. أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي غلق باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، موضحا أن عدد المتقدمين للترشح بلغ أكثر من 1000 مرشح بينهم 155 سيدة. وأكد مولوي خلال مؤتمر صحفي أن كل محاولات تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها باتت بالفشل، داعيا اللبنانيين في الخارج والداخل إلى التصويت بكثافة في تلك الانتخابات. أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم 26 من مارس المقبل. كانت رئاسة البرلمان العراقي أعلنت أسماء 40 مرشحا تم قبول أوراق ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى استبعاد 5 مرشحين، وجاء من بين المرشحين الرئيس الحالي برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد، لكن بدأ أن عملية الإطلاق فشلت بشكل فوري. وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في سول في بيان أن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفا مجهولا من منطقة سونان، لكن التقديرات أن عملية الإطلاق فشلت مباشرة بعد حدوثها. وذكرت وسائل إعلام يابانية نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تكشف هويته أن كوريا الشمالية أطلقت ما يفترض أنه صاروخ باليستي. أعلنت المتحدثة باسم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سلبية نتائج اختبارها على الرغم من إصابة زوجها بفيروس كورونا. كان من المقرر أن تلقي هاريس خطابا في حدث بالبيت الأبيض، لكنها تخلت عن حضوره لحين ظهور نتيجة الاختبارات. ومحليا، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود، والذي يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود، والذي يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عماد اليماني قائد قوات حرس الحدود، والتي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية. كما أكد أن رجال حرس الحدود يواصلون العمل ليل نهار ويبذلون الغالي والنفيس من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه. أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية،
ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي حرس الحدود، كما أشاد بالجهد الذي يبذله رجال حرس الحدود في التصدي بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود. كما أدار حواراً مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع بالمنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمي حدود الوطن وتصون مقدساته. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، فضلا عن نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. قامت وزارة الخارجية بإضاءة مبنىها بالرقم 100 بمناسبة الاحتفال بذكرى مئوية الوزارة ويوم الدبلوماسية. كانت الوزارة قد أطلقت حملة تعريفية إعلامية بمناسبة الاحتفال في 15 من الشهر الجاري بمرور 100 عام على إعادة العمل بها عام 1922، وذلك إثر توقفها على وقع إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914 وفقا لبيان الوزارة. وتضمنت الحملة والتي استمرت على مدار عدة أيام جوانب متعددة للتعريف بدور وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية تاريخا وحاضرا. تتواصل في محافظة سوهاج أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى تحويل قرى الريف المصري لقرى نموذجية تتكامل فيها الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بين تلك القرى قرية أولاد سلامة في سوهاج التي نلقي الضوء على ما تم فيها في سياق التقرير التالي. وسط إشادة كبيرة للمواطنين يستمر العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري. قرية أولاد سلامة شمال محافظة سوهاج واحدة من تلك القرى التي حولتها المبادرة إلى نموذجية بها جميع الخدمات التي يتطلبها المواطن في حياته اليومية. في أكثر من 16,000 أسرة تم بالفعل حصرهم ورفعهم للوزارة تبع سكن كريم وتأهيل منازلهم، بالإضافة لأكثر من 102 عمارة سكنية موجودة بالفعل في 7 مراكز، بالإضافة ل 102 برضو حظيرة مواشي لكل أسرة حظيرة لكل أسرة شقة تم تنفيذها عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. مبادرة السيد رئيس الجمهورية اللي هي يعتبر إنجاز وحاجة كانت حلم بقت واقع على أرض الطبيعة بالنسبة لمشروعات الحياة كريمة. المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية لكل مجلس قروي نسبة التنفيذ عدت 95% من كل مشروع داخل المجمعات الخدميه او المجمعات الزراعيه. مبادره حياه كريمه من مشروعات صرف صحي ووحدات صحيه ومجمع خدمي ومجمع زراعي، وكل الكماليات اللي محتاجها المواطن لخدمه المواطن وتيسيرا عن وسهوله للمواطن في مجمع خدمي باولاد سلامه، مركز تكنولوجي الدور الارضي، في تمويل، في سجل مدني، في شهر عقاري. مشروعات منحتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرية ليتحول الحلم إلى حقيقة، يأتي من ضمنها مركز لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، وجمعية زراعية، ومدارس، وملاعب، ووحدة صحية، وبنية تحتية، ومكتب بريد، وغيرها من الخدمات. أتوجه بالتحية والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كم المشروعات حياة كريمة التي تم القيام بها حالياً بكل قرى جمهورية مصر العربية، وأخص هنا مجمع خدمات الوحدة المحلية بأولاد سلامة اللي هو هيوفر كثير على عندنا قرى الوحدة المحلية بأولاد سلامة التي تشمل أولاد سلامة والشاولة والخنانسة غرب والدناقلة، وهذه الخدمات كلها اختصرت في مكان واحد.
تخفيف العبء عن كاهل المواطن بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة. كل هذا تهدف إلى تحقيق تلك المبادرة الرئاسية بالإضافة لتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة. ورياضيا، حصد لاعب المنتخب الوطني للرماية عزمي محلبة الميدالية الذهبية في منافسات الأسكاد ببطولة كأس العالم للرماية والمقامة حاليا في قبرص. كان عزمي محلبة قد توج في شهر أكتوبر الماضي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس الرئيس بقبرص، كما شارك في أولمبياد طوكيو الأخير التي لم يتمكن من الوصول فيها للنهائيات. يواصل الأهلي تدريباته استعدادا للقاء المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويتصدر صن داونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، يليه الأهلي والمريخ والهلال برصيد 4 نقاط. وصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة بيترو أتلتيكو الأنغولي يوم السبت المقبل في العاصمة لواندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنغولا غدا الخميس، ووضع الزمالك البطولة رسميا بعد نهاية الجولة الرابعة، إذ توقف رصيد الفريق عند نقطتين في المركز الثالث، فيما يتصدر بيترو أتلتيكو الإنغولي المجموعة ب10 نقاط، وجاء الوداد المغربي ثانيا ب9 نقاط، ويتذيل ساغرادا المجموعة بنقطة واحدة فقط. يقام اليوم الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق الجونة مع المقاولون العرب في 3 عصرا، فيما يلعب الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي في 5:30 مساء، ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على إنبي في 8 مساء. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تأجيل بطولة أمم إفريقيا للرجال من جديد، وذلك بسبب التعارض مع مواعيد منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة اليد خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري يفيد بتأجيل البطولة وإقامتها في الفترة من 11 وحتى 18 من يوليو 2022 في المغرب. وتدخل مصر منافسات أمم إفريقيا لتدافع عن لقب النسخة الماضية والتي أقيمت عام 2020 في تونس. توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير من رابطة المحترفين، وكان صلاح قد نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا آخر خلال 4 مواجهات خاضها في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير الماضي. يحل فريق ليفربول ضيفا على أرسنال اليوم الأربعاء في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، وسيقام اللقاء في 10:15 مساء، ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يتواجد أرسنال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة. يأتي هذا فيما أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول جاهزية محمد صلاح للتدريب مع زملائه استعدادا لمواجهة الأرسنال. تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه خارج أرضه على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد أحرزه اللاعب البرازيلي رينان لودي في 41. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة أقيمت في إسبانيا.
مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم أهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتصعيد رغيف الخبز الحر غير المدعوم، السرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، حياة كريمة تنظم حملة المليون كرتونة، والداخلية تطلق المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد. بايدن يعلن اليوم عن مساعدة أمنية جديدة لكييف، ومجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار روسي حول أوكرانيا إلى الخميس. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. قدم لحضراتكم هذه النشرة الزميلة داليا أبو عميرة، وأنا لؤي أباظة. شكراً على طيب المتابعة وإلى اللقاء.